مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بيكم. يوم جديد من ايام بطوله كاس الامم الافريقيه 2019 في مصر، اليوم الثالث لدور ال 16. يوم جديد بننتظر فيه مزيد من المتعه والاثاره، وهنستكمل فيه مباريات دور ال 16 بعد ما شفنا اول يومين مفاجات كبيره. امبارح تحديدا الوصيف صاحب البطوله وصاحب الارض وحامل اللقب، الاثنين ودعوا في نفس اليوم. البعض كان بيتوقع بانه اللقاء الاربع هيكون ما بين مصر والكاميرون، لكنه ما حصلش واصبح اللقاء ما بين جنوب افريقيا ونيجيريا. النهارده بتتواصل مرحله الحسم، وكل المنتخبات بتحلم انها تحقق الفوز وتكمل لحد الادوار النهائيه للبطوله. مباراتي اليوم بتختلف فيهم الحسابات لكل منتخب، اربع منتخبات هنتفرج عليهم النهارده. مدغشقر الساعه 6 مساء على استاد اسكندريه مع الكونغو الديمقراطيه. مدغشقر مفاجاه دور المجموعات، اللي تصدروا المجموعه الثانيه بسبع نقط وتفوقوا على نيجيريا صاحبه المركز الثاني، والكونغو الديمقراطية اللي صعدوا كأفضل فريق من ضمن أربع فرق احتلوا المركز الثالث. الساعة 9 هيكون لقاء آخر بحسابات أخرى، الجزائر واحد من الفرق المرشحة بقوة للبطولة في مواجهة غينيا، اللي بتعتبر من الفرق اللي يعني ممكن نقول إنها عقبة ولكنها مش من المنتخبات التقيلة في البطولة. هنتكلم أكتر أكيد بالتفاصيل عن الأربع فرق بلقاءاتهم النهاردة. كل فريق منهم بيسعى لظهور مختلف عن الفرق الأخرى. مدغشقر زي ما قلنا مفاجأة دور المجموعات في الظهور الأول ليهم في البطولة، حابين يصلوا كمان ويكتبوا تاريخ جديد لو وصلوا لدور الثمانية. لقاء هيكون أكيد لقاء فيه ندية كبيرة، لأن الكونغو كمان التصريحات اللي خارجة من المعسكر الخاص بالكونغو الديمقراطية بيقولوا إنه مدغشقر فريق تقيل، حقق مفاجأة، لكن احنا موجودين وبنسعى لإقصاء مفاجأة البطولة والصعود لدور الثمانية. الساعة 9 زي ما قلت لكم لقاء تاني، برضو لقاء مهم جدا على ملعب 30 يونيو، لقاء ما بين واحد من الفرق المرشحة بقوة للبطولة منتخب الجزائر بقيادة المدير الفني الوطني جمال بلماضي مع منتخب غينيا. منتخب الجزائر اللي بدأوا بشراسة، قدموا مستويات مبهرة في دور المجموعات، كسبوا ثلاث مباريات. منتخب غينيا مشواره كان مختلف، بدأ البطولة بتعادل مخيب للأمال أمام مدغشقر 2-2، في المباراة الثانية خسروا من نيجيريا 1-0، ودخل المباراة الثالثة علشان يحقق الفوز، فازوا على بوروندي 2-0 وتأهلوا كأفضل فريق حقق المركز الثالث، لكنه اصطدم بواحد من الفرق الشرسة جدا 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 وهو فريق الجزائر. مباريات مهمة جدا النهاردة، الساعة 6 لقاء مدغشقر مع الكونغو الديمقراطية، الساعة 9 الجزائر مع غينيا. ليلة حزينة عاشتها مصر بعد الخروج ليلة أمس أمام جنوب أفريقيا في لقاء غير متوقع بالمرة إنك تخرج. يمكن الناس كانت متخوفة بعض الشيء من الأداء الغير مبشر في الثلاث لقاءات في دور المجموعات، ولكن الناس كانت عمالة يعني تأجل فكرة الخروج. قلنا إنه جنوب أفريقيا ممكن تكون عقبة، ولكنه مش المنتخب اللي يكسبك على أرضك ووسط جمهورك بسهولة. لكن امبارح اتفرجنا على اللقاء، الحقيقة قدم المنتخب المصري فيه أداء سيء بالمقارنه بمنتخبات اخرى ظهرت بمستوى يعني شرس جدا، في مقدمتها الجزائر اللي هنتفرج عليها الليله، في مقدمتها كمان السنغال اللي اتفرجنا عليها في لقاء قدام اوغندا وقدروا يفوزوا 1-0 بهدف لساديو ماني، واكيد بالنسبه لهم البطوله كمان بتقترب بعد خروج المغرب وخروج الكاميرون وخروج صاحب الارض والجمهور منتخب مصر. الامور اصبحت اقرب بالنسبه للجزائر وللسنغال، أشرس فرقتين ظهروا من أول البطولة، الفرقتين اللي الكل بيتنبأ بأنهم ممكن يكونوا موجودين في النهائي، يمكن يكون في عقبات في طريقهم ولكن هم أشرس فرقتين لحد دلوقتي. هنتفرج النهاردة على عقبة من ضمن العقبات في طريق محاربي الصحراء الجزائر. اتفرجنا على السنغال ولكن بقيادة أليو سيسي على الخط وساديو ماني في أرض الملعب، قدروا يتخطوا عقبة بقيادة ديسابر منتخب أوغندا المنظم، يعني كان موجود وكان اكيد برضه من المنتخبات اللي ليها حساب، ولكن السنغال قدروا ان هم يتفادوا المفاجآت. بنين حققت مفاجاه، جنوب افريقيا خلينا نقول انها كمان حققت مفاجاه بالفوز على اصحاب الارض والجمهور. اصحاب الارض والجمهور الحقيقه الخساره فجرت زلزال كبير في مصر، وهنتكلم على التفاصيل الخاصه بردود الافعال ما بعد الخساره، لانه الخساره ادت لبعض التوابع الكبيره جدا أصابت اتحاد الكرة في مصر، واللي كمان أصبح أنه كل مواقع التواصل الاجتماعي الناس بتتكلم على ده الحدث بالخروج المبكر في دور الستاشر. الناس اتكلمت على أنه يعني حالة من الغضب وحالة من الحزن، ولكن في الآخر هي دي كرة. للأسف الكرة عليك أنك تقبل أنك المقدمات أو المؤشرات لما بتقول أنك مش جاهز تاخد البطولة، ف
طبيعي انك ممكن تخرج، وخاصه انه في منتخبات غايه في القوه وغايه في الشراسه. يمكن لو ما كنتش خرجت قدام جنوب افريقيا كنت ممكن تخرج في دور الثمانيه قدام نيجيريا. لو حتى تخطيت نيجيريا كنت هتلاعب الجزائر. لو حتى تخطيت الجزائر، وانا بفترض معاك يعني احسن سيناريوهات، فالنهائي اكيد هيكون في برضه منتخب من المنتخبات الثقيله، وقد يكون منتخب السنغال بقياده ساديو ماني. خلينا الاول ناخد جوله كده مع مراسلنا في كل مكان. ارحب الاول بكل الشباب، محمد غانم من استاد اسكندريه، محمد طه من مقر اقامه منتخب الكونغو الديمقراطيه، خالد رزق من مقر اقامه منتخب الجزائر، حياه حفيظ من مقر اقامه منتخب غينيا، شريف عادل من مقر المؤتمرات الصحفيه في اسماعيليه، وعمر نبيل من مقر المؤتمرات الصحفيه في السويس. هبدا معاك يا غانم، مساء الخير. تحياتي ليك زميلي العزيز كريم خطاب، وتحياتي لكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. وثالث ايام مواجهات دور ال 16 للبطوله الافريقيه كان 2019 المقامه في مصر، واولى هذه المواجهات يا كريم هنا من استاد الاسكندريه مباراه فريقي مدغشقر وكونغو. فريق مدغشقر زي ما انت وضحت في البدايه احد مفاجات هذه البطوله بتصدره للمجموعه الثانيه، مجموعه الاسكندريه برصيد 7 نقاط عقب تعادله ايجابيا بهدفين لكل فريق امام غينيا في المباراه الافتتاحيه، ثم حقق الفوز على بوروندي بهدف مقابل لا شيء، ثم كانت المفاجأة الأبرز وهي تحقيق الفوز على المنتخب النيجيري أحد الفرق الكبيرة في إفريقيا بهدفين مقابل لا شيء ليتصدر المجموعة الثانية. يمكن يا كريم أبرز ما يميز المنتخب المجلاشي هو واقعية مدربه نيكولاي دي بوي، الذي أكد في تصريحات قبل المباراة بأن فريقه لا يخشى أي فريق آخر يواجهه، ولكنه يحترم كل الفرق، وده اللي خلاه يفوز في المباريات الثلاثة الماضية. احترامه للفرق هي كانت أهم نقاط هذا الفريق، وأيضا الفريق يتميز بواقعية التشكيل داخل الملعب وثبات التشكيل. وأيضا المدير الفني نيكولاي دي بوي كان في تصريحات قبل هذه المباراة أكد بأن صعود الفريق لدور الثمانية سيكون أحد هذه المفاجآت في هذه البطولة أيضا، وده هيكون إن شاء الله يعني على حسب تصريحاته طريق ممهد للاعبين بمواصلة الحلم والانتصارات في هذه البطولة. أما فريق الكونغو الذي تأهل إلى دور الستاشر كأحد أفضل ثوالث الذين تأهلوا في هذه البطولة، كان تأهل 4 فرق. فريق كونغولي الذي افتتح مبارياته أمام الفريق الأوغندي بهدفين وخسر أمام فريق الأوغندي بهدفين مقابل لا شيء، ثم هزيمة أمام منتخبنا المنتخب المصري بهدف أيضا لا شيء، ثم حقق الفوز في المباراة الأخيرة بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء. يمكن الفوز ده اللي خلاه أنه هو يتأهل. وكان إيبانجي في التصريحات الصحفية قبل مباراة اليوم أكد أنه لا يبالي بتأهل فريقه في المركز الثالث، وأكد أن وجوده في دور الستاشر يجعله متساويا مع كل المنتخبات التي تأهلت لهذا الدور سواء أول أو ثاني أو ثالث، المهم أنه هو موجود في هذا الدور. وأكد أيضا أنه بيسعى اليوم لمواصلة تحقيق الانتصارات في هذه البطولة، وأكد أيضا على احتماليات كبيرة في وجود تغييرات في تشكيل الفريق الذي يواجه الفريق المدغشقري في مباراة اليوم. أكيد يا كريم بتأهل أي فريق من الفريقين سواء الكونغو أو مدغشقر هيكون مفاجأة جديدة في هذه البطولة، زي ما أنت وضحت أن المفاجآت تتوالى في هذه البطولة بخروج منتخبات عريقة زي منتخبنا الوطني المصري أو المنتخب المغربي أو منتخب الكاميرون، أحد الفرق اللي كانوا مرشحين للحصول على هذه البطولة. من هنا من استاد الإسكندرية العودة ليك الآن في الاستوديو التحليلي، وسوافيك لاحقا بكل ما هو جديد هنا في استاد الإسكندرية. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد غانم من استاد اسكندريه. ومن الاستاد نطير سريعا على مقر اقامه منتخب الكونغو الديمقراطيه مع زميلنا محمد طه. مساء الخير يا طه. مساء الخير عليك زميلي العزيز كريم خطاب، ومساء الخير على كل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. بالفعل احنا متواجدين هنا في فندق اقامه منتخب الكونغو الديمقراطيه. خليني اقول لك في الاول، يمكن هنا في حاله من الترقب والحذر الشديد ويمكن الهدوء التام داخل معسكر فريق الكونغو لهذه المباراه. يمكن ما فيش تجول للاعبين داخل الفندق، في طبعا يمكن تعليمات شديده من المدير الفني ومن المدير الاداري على اللاعبين بالتواجد بس في غرف الإقامة وأيضا في مكان المحاضرة اللي يمكن انتهت منذ ساعة تقريبا بعد وجبة الغداء. يمكن منتخب الكونغو لو بدأت معاك منذ قدومه هنا يوم الأربعاء بعد قدومه من القاهرة، يمكن ما خدش ميرانو يوم الأربعاء هنا نظرا للإجهاد، وبدأ في ميرانو من يوم الخميس. ويمكن مستر فلورين أبدأ إعجابه جدا بمدينة الأسكندرية وبفندق الإقامة، وقال أنه هيساعده كتير جدا على الخروج
من الحالة النفسية، الضغط النفسي، لأن يمكن مدينة الإسكندرية هادية شوية وجوها جميل، ويمكن كمان فندق الإقامة بيطل على البحر، فقال ده مناخ كويس جدا يقدر يساعدني نفسيا على أن اللاعبين تخرج من الحالة الضغط النفسي. يمكن أيضا من المفترض أن اللاعبين هيتحركوا يمكن حوالي بعد ساعة لربع من الآن. يمكن كان في بعض الأقاويل بتقول أن الرئيس جمهورية الكونغو هيكون حاضر هذه المقابلة، يمكن بسؤال المنسق الإعلامي للمنتخب منذ لحظات قال أن ما فيش أي تعليمات جت بخصوص هذا الشأن، وما تأكدش خالص حضور رئيس الجمهورية. يمكن بعض الجماهير دلوقتي في هذه اللحظات جت من القاهرة عشان تؤازر منتخب الكونغو في هذه اللحظات، هتتحرك معاه من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة. طبعا كلها أمل وكلها طموح أن فريقها يحقق المفاجأة زي ما قالوا من سؤالهم من شوية، وقالوا أن إذا كان في مفاجآت في البطولة ومدغشقر حقق مفاجأة، فإحنا مفاجأتنا أن إحنا نخرج مفاجأة البطولة. ده كل ما لدي من هنا من مقر إقامة الكونغو. إليك الكلمة كريم، تفضل. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد طه من مقر إقامة منتخب الكونغو الديمقراطية، ومن مقر إقامة الكونغو الديمقراطية لمقر إقامة الجزائر مع زميلنا خالد رزق، وآخر الأخبار الخاصة بمنتخب محاربي الصحراء قبل انطلاق مباراتهم الساعة 9 مساء. تفضل يا خالد. تحياتي ليك زميلي كريم خطاب، وتحياتي لمشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان. احنا متواجدين الان امام فندق اقامة منتخب الجزائر اللي في حالة تركيز كبيرة جدا، يمكن بقيادة المدير الفني جمال بالماضي. كان هناك تعليمات قبل مران الامس في سد بترو سبورت، وكان ابرز التعليمات على التركيز جدا في هذه المباراة، وما ينفعش يكون في اي تهاون من اللاعبين، خاصة بعد المواجهات اللي شفناها وخروج منتخب مصر بالامس وخروج ايضا قبل كده منتخب المغرب. فأصبح الآن كل منتخبات كبيرة ومنتخبات قوية، فكان أبرز التعليمات على التركيز في هذه المباراة واستمرار تكملة المسيرة القوية لمنتخب الجزائر منذ انطلاقة البطولة وحصولهم على 9 نقاط في دوري المجموعات. يمكن منتخب الجزائر اليوم هيفتقد لمهام نجم من نجوم منتخب الجزائر، وهو اللاعب ياسين إبراهيمي، وهو أحد نجوم منتخب الجزائر نظرا للإصابة اللي تعرض ليها قبل كده في الكاحل، ويكون بالتأكيد متغيب عن مباراة اليوم. وعن مباراة اليوم أكيد هتكون مباراة هامة جدا مع منتخب غينيا، هيكون مواجهة شرسة جدا، ولاعبي منتخب الجزائر كلهم في حالة تركيز تام، هدوء في معسكر منتخب الجزائر، مفيش أي خروج عن النص ولا أي خروج عن المسموح به في منتخب الجزائر. دي كانت أبرز جولتنا في منتخب الجزائر من فندق الإقامة. الآن عودة ليك كريم، تفضل. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا خالد رزق من مقر إقامة منتخب الجزائر، ونطير لمقر إقامة منتخب غينيا مع زميلتنا حياة حفيظ. مساء الخير يا حياة. مساء الخير كريم، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي تايم سبورت في كل مكان، من هنا من مقر إقامة منتخب غينيا وثالث أيام دور الـ16، الدور الذي أطلق عليه الجميع الدور الصعب، الدور الاستثنائي، الدور الذي أقصى الكبار، دور المفاجآت. طبعا اقصى 3 من كبار الفرق، وده ادى امل وده ملاحظينه هنا مع لعيبه غينيا، وامبارح في الندوه الصحفيه ان كان اللاعب تراوري او حتى المدرب بول بوت، كان باين عليهم ان كل اللي بيحصل في المباريات اللي فاتت مديهم امل انهم يروحوا ابعد مما كانوا يتصوروا، وده مدي امل لكل الفرق اللي كانت متخيله انها مش ممكن توصل لابعد من كده، انها ممكن توصل لابعد من كده. والدليل ان تراوري امبارح كان استشهد بمباراة البنين والمغرب، وقال البنين قدرت تقصي المغرب، فليه نحن ما نقدرش نقصي الجزائر، مع أن الجزائر منتخب كبير جدا، والمباراة عارفين أن المباراة صعبة. وبول بوت أشاد بجمال بالماضي المدير الفني الجزائري، وقال عليه أنه مدرب ومدير فني كبير وجيد جدا، وعنده إمكانيات كبيرة وعنده لعيبة كبيرة، واستشهد برياض محرز لاعب مانشستر سيتي، او يوسف البلايلي لاعب الترجي، وقال انه عنده امكان ان اللعيبه عندهم امكانيات على جميع المستويات. وكان زمان في المواجهات السابقه الجزائر خسرت قدام غينيا في اربع مواجهات رسميه، ولكن النهارده غينيا بتلعب قدام احسن خط هجوم في الكان لحد الان، واحسن خط دفاع، كلين شيت، زيرو اهداف في مرماهم، وده مخليهم طبعا مركزين اكتر وحاسين بصعوبه المباراه النهارده. ولكن دور الـ16 دور المفاجآت،
وبول بوت وكل اللعيبة بتوع منتخب غينيا عندهم أمل كبير بعد إقصاء الكبار إنهم يروحوا أبعد مما كانوا متخيلين في النسخة 32 من كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. النهاردة ماتش غينيا والجزائر الساعة 9 على ملعب الدفاع الجوي، حنشوف إن شاء الله حتسفر عن إيه ماتشات النهاردة ومفاجآت الدور الـ16. هذا كل ما لدي حتى الآن من مقر إقامة منتخب غينيا. عودة ليك في الاستوديو زميل كريم خطاب. بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة حياة حفيظ من مقر إقامة منتخب غينيا لمقر المؤتمرات الصحفية في إسماعيلية مع زميلنا شريف عادل نعرف عنده إيه الأخبار. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك يا كريم. يمكن زي ما بتقول مقر المؤتمرات الصحفية انعقد بالتأكيد المؤتمر الصحفي للمنتخب التونسي وأيضا المؤتمر الصحفي للمنتخب غانا. كل مدير فني عنده ثقة، يمكن المدير الفني للمنتخب التونسي أكد أن عندهم رغبة قوية في تحقيق نتيجة مشرفة والفوز في مباراة الغد أمام غانا ومصالحة الجماهير التونسية في ظل حالة الغضب الكبيرة اللي بتسيطر على كل أطراف المنظومة سواء إعلامية أو جماهيرية في تونس بسبب الأداء الغير جيد في المباريات من خلال المجموعه الخامسه واحتلالهم للمركز الثالث. عندهم ثقه كبيره ان هم يقدموا اداء مشرف امام منتخب غانا اللي تصدر مجموعته المجموعه السادسه اللي كانت هنا في محافظه الاسماعيليه. يمكن منتخب تونس هيأدي تدريب النهارده اخير في تمام الساعه 6:30 مساء. كان عندهم تفقد لاستاد الاسماعيليه لان زي ما انت عارف منتخب تونس قادم من محافظه السويس الى الاسماعيليه، ما تفقدوش الملعب الا بالامس، كانوا متواجدين في جوله استمرت لما يقرب من حوالي 25 دقيقه. ابدوا اعجابهم الشديد بارضيه الملعب، ولكن البعثه التونسيه ابدت حزن كبير جدا على طبعا خروج منتخبنا المصري امام جنوب افريقيا، وقالوا ان هم كانوا يتمنوا ان منتخب مصر يستكمل المسيرة خاصة في ظل الشكل الأكثر من رائع والتنظيم اللي ظهرت عليه مصر خلال فعاليات البطولة الأفريقية حتى الآن. وقالوا كنا نتمنى ان احنا يكون لينا تواجد مع مصر في المباراة النهائية، ولكن قالوا ان شاء الله بإذن الله نكون احنا متواجدين. يمكن الثقة بدأت تعود بعض الشيء لوسائل الإعلام بعد ما شافوا المفاجآت الكثيرة، وسائل الإعلام التونسية بعد ما شافوا المفاجآت الكثيرة اللي بتحصل خلال منافسات البطولة الأفريقية. قالوا كل شيء وارد، بنين أخرجت المغرب، جنوب أفريقيا أخرجت مصر، عندنا الرغبة ان احنا نحقق نتيجة ونصعد على حساب المنتخب الغاني في مباراة الغد. ما يخص منتخب غانا عنده تدريب النهاردة اخير في تمام الساعة 5:30 مساء على الملاعب الفرعية لنادي القناة. يمكن الشيء الايجابي بالنسبة لمنتخب غانا استمرارهم في محافظة الاسماعيلية لاطول فترة من ساعة ما بدأوا معسكرهم وحتى الان، من ساعة ما بدأت البطولة وحتى الان وهم متواجدين في الاسماعيلية. احتلالهم للمركز الاول في المجموعة اهلهم ان هم يستمروا في محافظة الإسماعيلية. إن شاء الله مباراة الغد الكل هنا في الإسماعيلية بيعمل على قدم وساق. خلاص في حالة حزن موجودة من امبارح، ولكن خلاص تم إغلاق الملف تماما في محافظة الإسماعيلية من قبل كل المسؤولين من أجل الظهور بشكل مشرف في مباراة الأخيرة اللي تقام في تمام الساعة 9 مساء، خاصة أن الإسماعيلية خلال الفترة اللي فاتت عاشت كل الأجواء الجميلة زي كل محافظات مصر فيما يخص البطولة الأفريقية، ففي رغبة أن يكون إن شاء الله ختامها بشكل مشرف غدا داخل محافظة الإسماعيلية. هذا كل ما لدينا من هنا من داخل استاد الاسماعيليه وبالتحديد من المركز الصحفي. والان العوده ليك يا كريم، تفضل. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف عادل من مقر المؤتمرات الصحفيه بالاسماعيليه. ومن مقر المؤتمرات الصحفيه بالاسماعيليه للسويس مقر المؤتمرات الصحفيه ايضا مع زميلنا عمرو نبيل. مساء الخير يا عمرو. مساء النور زميل العزيز كريم خطاب، مساء النور على مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. يمكن غدا في تمام الساعة 6 مباراة هامة على استاد السويس الجديد تجمع منتخب مالي ومنتخب كوتيفوار، منتخب المالي بقيادة مديره الفني محمد ماجاسوبا ومنتخب كوتيفوار بقيادة مديره الفني الوطني إبراهيم كامارا. يمكن مباراة الغد الكل يستعد ليها بشكل خاص، والجميع تحدث اليوم في المؤتمر الصحفي طبعا الخاص بالمباراة. خلينا يعني ننتقل إلى معسكر المنتخب المالي، وفي تصريحات خاصة لتايم سبورتس أعلن محمد ماجاسوبا عن تلقيه اتصال من أرونا موديبو وزير الشباب والرياضة المالي، ووعده طبعا بمكافأة كبيرة تقدر بحوالي 5 ملايين فرنك غرب أفريقي، أي يساوي طبعا 300,000 دولار في حالة طبعا يعني تجاوز المنتخب المالي منتخب كوت ديفوار غدا في دور الـ16. ده طبعا تحفيز مادي كبير للاعبي المنتخب المالي. خليني أقول لك إن زميلي كريم أن بطولة كان 2019 هي وش الخير وما زالت وش الخير على لاعبي المنتخب
المنتخب المالي. يعني بعد انتقال اللاعب يوسف كوني الظهير الايسر لنادي الليل الفرنسي الى اولمبيك ليون، ومن ثم طبعا حصول اللاعب سيكو كويتا افضل لاعب شاب صاعد في مالي، طبعا تم تكريمه بشكل خاص في معسكر الاقامه. ايضا انتقال اللاعب خط دفاع مولا وجيه مدافع اودينيزي المعار الى نادي نوتنغهام الانجليزي، ومن ثم اضطراب طبعا تعقده الى احد الانديه في الدوري الايطالي النادي الفرنسي سانت اتيان، يقترب بشكل كبير مولا وجيه. ايضا هناك اخر اللاعبين طبعا وهو ديجيمو طبعا لاعب خط وسط هجوم منتخب مالي يقترب بشكل كبير من الانتقال الى نادي ساوثهامبتون الانجليزي. ننتقل الى منتخب كوديفوار واستعدادات خاصه طبعا لمباراه الغد. يمكن غدا من المنتظر حضور اللاعب ديدي دروغبا نجم منتخب كوديفوار طبعا الى مباراه الغد، مباراه المهمه لمنتخب كوديفوار ومنتخب مالي. الزميل كريم خطاب، يمكن هذا ابرز ما لدينا هنا في استاد السويس الجديد بشان مباراه منتخب مالي وكوديفوار. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز عمرو نبيل من السويس. نطير سريعا على مقر إقامة منتخب بنغشقر مع زميلنا صلاح عقدة. مساء الخير يا صلاح. أكيد يعني أقل من خمس دقائق ونغادر معسكر مدغشقر متجهين إلى استاد الإسكندرية. خلينا نقول لك كواليس اليوم، يعني يمكن اليوم بدأ بدري قوي، كان في هناك مشاهدة المباريات منتخب الكونغو الديمقراطية من الصباح من الساعة 8 الصبح، والمدير الفني والجهاز الفني بيتفرجوا على مباريات منتخب الكونغو. بالتأكيد هناك حالة من التفاؤل والتركيز الشديد، يمكن إحساسي داخل معسكر منتخب مدغشقر. هناك احتفالية، يمكن يعني الصحفيين والجهاز واللاعبين متواجدين في اللوبي الخاص بالفندق بيحتفلوا بما وصل إليه الفريق في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولكن هذا الاحتفال وهذا التفاؤل الكبير جدا بتركيز شديد جدا لمباراة اليوم. بيحاولوا ان هم يسعدوا 25 مليون واقفين وراهم في مدغشقر. بالتاكيد المباراة النهاردة بتكون مفاجأة، بيحاولوا يحققوا مفاجأة كبيرة جدا خلال البطولة. يعني يمكن المدير الفني كان بيتكلم من حوالي ساعة بالظبط في اللوبي هنا مع الصحفيين، قال لهم حامل اللقب ووصيف اللقب خرجوا، مفاجآت واردة في البطولة ديت، ليه احنا ما نكملش؟ ان شاء الله نكمل من خلال مباراة اليوم، نقدم اداء جيد جدا، نقدم نتيجة تشرف مدغشقر في اول مشاركة رسمية ليها. احنا قدامنا بالظبط اقل من خمس دقائق ونتحرك متجهين لاستاد اسكندريه. دي كواليس اليوم، كان من المفترض الساعه 1 الظهر رئيس مدغشقر يحضر مقابله اللاعبين والتجمع والاجتماع مع اللاعبين لمده 30 دقيقه، لكن تم الغاء هذا الاجتماع وتاجيله لاستاد الاسكندريه في غرفه خلع الملابس قبل المباراه. مجرد اللعيبه ما توصل هيكون في اجتماع مع رئيس الجمهوريه داخل غرفه خلع الملابس لتحميس اللاعبين ومواصله الانتصارات خلال المباراه القادمه، واهميه هذا اللقاء بالنسبه لمدغشقر ورئيس مدغشقر. دي كواليس النهارده من هنا من معسكر مدغشقر قبل التوجه الى استاد الاسكندريه، المباراه الهامه جدا امام الكونغو. عوده للكريم. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز صلاح عقده من مقر اقامه منتخب مدغشقر. كل الشكر ايضا لمراسلي تايم سبورتس في كل مكان، محمد غانم، صلاح عقده، محمد طه، خالد رزق، حياه حفيظ، شريف عادل، وعمرو نبيل. بشكركم شكرا جزيلا. هنكمل اخبارنا، اخبار اللي حصل او ردود الافعال ونتائج ما بعد خساره مصر امام جنوب افريقيا، القنبله اللي انفجرت في اتحاد الكره المصري. خلينا نتكلم ونقول التفاصيل الاخيره او اخر المستجدات في الملف ده بعد الفاصل، خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد، واليوم الثالث لدور 16 لقائين، مدغشقر مع الكونغو الديمقراطيه ومساء الجزائر مع غينيا. لكن ليله حزينه عاشتها مصر بغض النظر عن مين هيلعب مع مين النهارده وبكره في استكمال دور 16، لكن ليله حزينه عاشتها مصر امبارح بعد الخروج من دور 16، وهو دور مبكر بالنسبه لبطوله فيها 24 منتخب، فهو يعتبر دور مبكر جدا للخروج وانت صاحب الارض والجمهور. لو كنت خرجت والبطولة دي في الكاميرون كانت الناس هتزعل برضه، لكن الزعل أكبر بكتير لأنك في 3-4 شهور قدمت كل حاجة ممكن تتقدم علشان تعمل بطولة ناجحة. البطولة تنظيميا هي الأنجح في تاريخ إفريقيا، ومش علشان أشخاص معينين يمكن يكونوا ظهروا بالنسبة لنا أن هم قدموا جزء كبير من المجهود اللي اتعمل في البطولة، ولكن لأن كل مؤسسات الدولة المصرية كانت حريصة على أن البطولة دي تطلع بالشكل الرائع ده، من أول حفلة القرعة مروراً بحفلة الافتتاح
وبعدين تنظيم الاستادات وتجديد الاستادات والفان اي دي والامور كلها كانت الحقيقه الدوله المصريه كانت حريصه انها تطلع احلى بطوله ممكنه في فتره اعتبرها البعض فتره قياسيه، لانه انت خدت البطوله في شهر واحد ابتديت تشتغل على ارض الواقع شهر اتنين، فكان عندك اربع شهور وهي فتره قصيره جدا جدا جدا. البعض كان بيشكك على ان احنا نقدر نعمل بطوله بالنجاح ده، لكن اللي زعل انك بعد ما تعمل كل الامور اللي يعني الصعبه دي انك ما تقدرش على المستوى الكروي انك تواكب المجهود اللي اتعمل في تنظيم البطوله. في ممكن حد يكون سامعني دلوقتي يقول لي يعني انتوا دلوقتي هتتكلموا يا جماعه، ما انتوا كنتوا ساكتين لما كان المنتخب وحش من اول ماتش في المجموعه. لانه اصول المهنه انك بتعملها على ثلاث خطوات، انك تتكلم على ثلاث خطوات. الخطوه الاولى هي ما قبل الحدث، وانك بتنصح قبل الحدث. كلنا اتكلمنا، وخلينا اتكلم عن نفسي لانه يعني ما ينفعش اتكلم بلسان حد، لكن انا عن نفسي قبل البطوله نصحت انه يا جماعه الاختيارات، اختيارات اللعيبه والاستعداد للبطوله، من الواضح من التصريحات انك ما استعدتش للبطوله دي كويس. لفت نظري تصريح مهم جدا لاجري بعد ماتش اوغندا، وقال لك انا اتفاجئت بمستوى اوغندا المنظم. هو حضرتك من وقت القرعه ما اتفرجتش على اوغندا والكونغو وزيمبابوي؟ هو حضرتك ما اتفرجتش على الفرق المرشحه للبطوله؟ في حاجات بتبقى بين السطور كده معناها ان انت ما كنتش مذاكر كويس، دخلت الامتحان وانت مش مذاكر كويس. نصحنا وقلنا حضرتك الاختيارات فيها ظلم، اخدت ناس ما تستحقش تخش المنتخب، وما اخدتش ناس مكسره الدنيا السيزون ده. ما ينفعش تتجاهل عبد الله جمعه، وما ينفعش تتجاهل عمرو السوليه، وما ينفعش تتجاهل كهربا ورمضان، وما ينفعش تتجاهل محمد هاني، وما ينفعش تتجاهل خبرة أحمد فتحي، وما ينفعش تتجاهل تألق عواد. عندك كذا اسم اتظلموا في الاختيارات، وفي المقابل أخدت أسامي ما عندهمش رصيد، اتاخدوا قبل كده بدل المرة 10 مرات، لكن ولا مرة منهم كسفوا الناس أو أحرجوا الناس اللي بتنتقدهم. أدي أول حاجة. الاستعدادات، أنت لعبت فرق ضعيفة جدا في التصفيات الخاصة يعني حتى إيسواتيني ما تعتبرش تجربة. تونس لما كسبتها 3-2 كسبتها بمهارة محمد صلاح، مع انه تونس كانت ناقصة بعض اللعيبة الأساسية، وبعدين اخترت مدرستين تلعب معاهم وديا قبل البطولة، غينيا وتنزانيا، يعني ما كانوش لقاءات بالنسبة لك تقدر تجرب فيهم. وقلنا معلش يمكن الراجل عايز يطبق فكر جديد، يا رب الراجل هو اللي يبقى عنده الرؤية الصح واحنا كلنا نبقى غلطانين. وسط البطولة كنا كلنا بنوجه انذار، يا جماعة خلي بالكم احنا وحشين، يا جماعة لو احنا قدمنا الاداء ده قدام الفرق اللي اقل مننا اللي هم زيمبابوي والكونغو واوغندا وعملنا كده قدامهم، لما نطلع نلعب الفرق بقى اللي هي الفرق هنزعل. وده كلام الناس اللي في الشارع، الناس البسيطه اللي في الشارع اللي مالهاش علاقه بالمنظومه ومالهاش علاقه بالتدريب ومالهاش علاقه باللعب ومالهاش علاقه باي حاجه، لكن شايفين، لانه الناس عندنا هنا في مصر بتفهم في الكوره. حضرتك قلت لا انا جاهز وانا تمام، وكابتن هاني رمزي طلع قال انا براهن بتاريخي التدريبي والمهني بان احنا هناخد البطوله، ما حصلش وخرجنا من دور ال16 وبدري جدا. اتحاد الكوره بيتحمل المسؤوليه؟ بيتحمل المسؤوليه، وخلينا نتكلم بصراحه، اتحاد الكوره بيتحمل المسؤوليه من وقت اختيار اجري. اتحاد الكوره بيتحمل المسؤوليه في اداره الازمات اللي كانت موجوده في المعسكر في فتره اجري. اتحاد الكوره بيتحمل مسؤوليه انه في قلق كتير حصل في المعسكر، التعامل مع أزمة عمرو وردة بشكل خاطئ، الكلام على أزمة عمرو وردة بأنه أخدت القرار أنه يمشي وما يجيش تاني وما يلبسش تيشيرت المنتخب، لا معلش يا جماعة هنوقفه لقاء واحد وهيرجع بعدها. أجري وافق في الحالتين، ده معناها أنه هو شخصيته ضعيفة من الآخر، معناها أنه هو موافق على أي حاجة. وبعدين الانتقادات اللي الناس بتقولها على طريقة اللعب والتشكيلة الحقيقة محدش سمعها. الطبيعي ان انا لما بسمع اراء الناس ان انا باخد بيها. النهارده في اتحاد الكوره في 3 كرويين، في 3 كرويين هنعتبر انه بقيه الناس ملهاش علاقه بالكوره، لكن في 3 كرويين، كابتن احمد شوبير، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن حازم امام. الطبيعي انه كان حد منهم يقعد مع اجري يقول له والله الاختيارات فيها كذا وكذا وكذا والناس بتنصح بكذا، لا هيفرض عليه ولا هيعمل حاجه، لكن نصيحه يعني، او حتى بس ايه انك بتلقي الضوء على حاجه انه الناس بتقولها، الناس بتتكلم في الاختيارات، الناس بتتكلم ان احنا ما عندناش لا شكل ولا شخصيه ولا هويه ولا تغييرات ولا خطه ولا اي حاجه.
البعض كان بيلوم على كوبر ويقول لك يا عم ده ممل قوي، ده مدرب دفاعي، احنا عايزين نلعب كوره حلوه. طيب على الاقل عنده هويه، على الاقل عنده شخصيه دفاعيه، مش محبذه او الناس مش حباها، لكن عنده شخصيه باينه، في حاجه، الراجل عنده استراتيجيه ممكن ما تكونش من جمهورها، لكن خلينا نتكلم بصراحه ويمكن الكلام ده يزعل بعض اللاعبين. انت مش جيل عظيم، انت كجيل مش جيل عظيم، قارن الجيل ده بالاجيال اللي قبل كده، انت مش جيل عظيم، انت قيمتك اللي فيها 23 لعيب، لو طلعت لي منهم 10 في ال 23 10 عليهم اجماع يبقى ليك الحق. انا بقول لك اهو الاجماع على 5 لعيبه مش اكتر، على محمد صلاح، على تريزيجيه، على طارق حامد، على احمد حجازي، وعلى محمد الشناوي. ومحمد الشناوي بذكره فخليني يعني اتكلم في نقطه مهمه جدا، اقاله الجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل، لانه الحقيقه انا ما شفتش اي شغل منهم باستثناء واحد، والله يا جماعه الكلام ده مش مجامله، كابتن احمد ناجي انا بشوف ان هو الوحيد اللي اشتغل والوحيد اللي شغله كان باين. محمد الشناوي مع الاهلي مختلف عن محمد الشناوي مع المنتخب، محمد الشناوي مع المنتخب في حاله رائعه، ومحمد الشناوي لو مش موجود في الحاله الرائعه دي كان زماننا خسرنا كتير، كان زماننا شلنا كتير، وكان زماننا اتعادلنا مع زيمبابوي، وممكن نبقى خسرنا من الكونغو، وممكن نبقى خسرنا من اوغندا، وممكن امبارح كنا نخسر 3 عادي. ده في فاول الراجل حطها انا شفتها جون قبل ما تروح يعني، لكن الحقيقه شغل كابتن احمد ناجي واضح مع محمد الشناوي. غير كده وخلي بالك محمد الشناوي الارقام الخاصه بيه بتقول ان احنا كان عندنا كوارث، لما حارس المرمى بتاعك يتصدى ل 16 كوره محققه يبقى انت عندك كارثه. 16 فرصه محققه، انت عارف يعني ايه؟ يعني انت الفرق الصغيره، الفرق اللي لاول مره بتظهر في المجموعه في البطوله ما عندهاش الكلام ده، الحارس بتاعها ما شالش كميه الاجوان دي. فانت عندك كوارث الحقيقه، طبعا التغييرات حدث ولا حرج، يعني الناس كلها بتغير عشان تحسن من اداء فرقتها، احنا بنغير فنروح نازلين واخدين غطس. 3 تغييرات ما بشوفش حاجة منهم، ما بشوفش أي تأثير. بعض الاختيارات غريبة جدا، أنا مختار ده ليه؟ واخد ده معايا ليه؟ طب أنا أخدت ده ليه واستبعدت ده ليه؟ في حاجات أمور الحقيقة لما يبقى عليها إجماع بتبقى مش محتاجة فقاقة، يعني الموضوع واضح. خدت ده ليه حضرتك؟ طب سبت ده ليه؟ ما يعني فهمنا. في أي مؤتمر صحفي ببقى قاعد بتفرج بقى مستني أشوف الراجل هيشرح إيه؟ ما خدش عبد الله جمعة ليه؟ وده عليه إجماع من الأهلاوية قبل الزملكاوية. في الاخر رحت اخدت ايمن اشرف لعبته في مركز الباك شمال وهو اصلا بيلعب بقاله 2 سنين في الاهلي مساك، مين الاحتياطي بتاعه؟ احمد ايمن منصور، برضه ما بيلعبش باك شمال في بيراميدز، مين اللي بيلعب باك شمال في بيراميدز؟ عمر جابر، رحت واخده من بيراميدز حطيته باك يمين وبعدين قلت لا هاخده باك شمال، ايه اللخبطه دي؟ وخدت لعيبه مع كامل احترامي ليها ما فيش اي رصيد وما فيش اي ثقه بينها وبين الجمهور، المهاجم اللي جايب جون في 4 سنين، ولعيب الوسط اللي ما حدش عارف دوره ايه، ولعيب البلاي ميكر اللي ما حدش فاهم له حاجه. فين يا جماعه؟ انا مش يعني انا مش عارف انا الوحيد اللي بقول الكلام ده، لا المشكله ان مش انا الوحيد اللي بقول الكلام ده، مصر كلها بتتكلم في النقط دي. طيب مين اللي اختار اصلا اجري؟ واختاروا على اي اساس؟ انا لما بختار مدير فني بختاره عشان انا اتفرجت عليه فتره كافيه فاقدر افهم الراجل ده دماغه اصلا وفكره وخططه وشكله متماشي مع اللعيبه اللي عندي ولا لا. اول حاجه اتقالت لما اختاروا اجري قال لك احنا جايبين مدرب هجومي، راح هو جاي في المؤتمر الصحفي عشان يبيع لنا الفكره، راح قال لنا ايه؟ انا مختلف عن كوبر خالص يا جماعه، انا مدرب هجومي، انا مطير الفرقه كلها وتقلقوش، انا على طول في نص ملعب الخصم. طب انا ما شفتش كده، انا ما شفتش اي شكل، ولا هجومي ولا دفاعي، ولا عارف اقف ورا، ولا عارف اهاجم قدام، ولا بخلق فرص، انا بعتمد على مهارات صلاح ومهاره تريزيجيه ورجوله طارق حامد وخلاص على كده، انا ما فيش حاجه، انا ما عنديش شكل. انا فعلا ما عنديش شكل في الملعب. طيب انت اخترت اجري بطريقه خطا. ولما تقعد تتكلم مع الناس القائمين على اختيار اجري مفيش متابعه، يعني اتفرجت عليه مدرب جامد جدا، ايوه فين اتفرجت عليه؟ فين مع مين؟ كان بيدرب في اسبانيا، ماشي اتفرجت عليه في اسبانيا وتمام ومفيش مشكله. هل حضرتك تعرف ان هو بقاله شويه قاعد ما بيعملش حاجه؟ هل حضرتك تعرف ان قضيته في اسبانيا لسه مفتوحه؟ هل حضرتك تعرف ان الاتحاد الياباني اقاله علشان اصلا المقضيه فيها يعني لبش؟ ليه يا جماعه اجي عند ده؟ يعني اشمعنى ده؟ بلاش ده، اختار واختياراته كلها غلط او فيها حاجات كتيره غلط محدش اتكلم معاه. ازمه عمرو ورده محدش ادارها بشكل سليم، وبعدين اتكلمنا كمان في النص على انه
طب يا جماعه من دور ال 16 بقى الناس اللي بتروح الاستاد يعني نشد حيلنا شويه عشان احنا دي مرحله خروج مغلوب، يبقى في روح. طيب انا ما شفتش ولا روح ولا شفت اي حاجه ولا شفت شكل في الملعب، والحقيقه انا مش قادر اوجه اللوم لحد معين، انا بلوم على كل الناس، بلوم على اتحاد الكوره بالاختيارات اللي من اول خالص، والحقيقه من فتره طويله هو في اخطاء كتيره جدا وقرارات كتيره جدا كانت مش مفهومه. يعني انا حتى لو عارف القرار وفاهم هو المغزى من وراه ايه ممكن ادافع عنه او ممكن اهاجمه، لكن انا مش فاهمه، فانا لا عارف ادافع عنه ولا عارف اهاجمه، انا مش فاهمه. واعتقد انه ناس كتيره ما كانتش فاهمه حاجات كتيره في الفتره اللي فاتت. لكن ما ينفعش ان انا انظم بطوله بالقوه دي وبالروعه دي وفي الاخر يبقى شكلي عامل كده. وخلي بالك النهارده جمهور الكوره في مصر عشان جمهوره واعي فقال لك لا انا احسن لا اطلع 1-0 من جنوب افريقيا بدل ما اطلع لقدام واشيل 3 ولا اشيل 5 ولا اشيل 7 زي البرازيل في 2014. هو مش وارد؟ لا وارد. لو انا لعبت فرقه داست عليا من الاول وادتني 2 او 3 في اول نص ساعه عادي جدا تفتح سكور، تفتح سكور وتبقى شكلنا وحش قوي بقى. لكن انت النهارده خسرت 1-0 والحقيقه هي هزيمه مستحقه، عشان برضو ما حدش يقول حاجه، جنوب افريقيا كانت تستحق الفوز. لعبوا وراحوا احنا ما رحناش حاجه، احنا رحنا يمكن بكورتين، كوره منهم مؤكده لتريزيجيه اللي هي صلاح لعبها لتريزيجيه ثرو باس حطها في ايد الجول، بس انا ما شفتش حاجه ثانيه. تغييرات ما شفتش حاجه، الراجل سحب الثلاثه المغضوبين عليهم من الجمهور، سحب النني ومروان وعبد الله وراح منزل اي ثلاثه في اي حته، فتح نص الملعب خلاك شكلك يعني مخترق بسهوله جدا، من نص الملعب بتتضرب بانفرادات. اللوم على كل الناس، على كل المنظومه وحتى اللعيبه، ما ينفعش ان انا برأهم من كل ده، لانه انا في الاخر لو انا شايف ان المدرب اللي بره ده فنيا على قده، وخلي بالك اللعيب بيبقى فاهم الراجل اللي واقف بره ده دماغه فين في الكوره، واصل لحد فين في الكوره. طب انا شفت ان الراجل على قده، انا فين؟ انا كلعيب فين؟ انا شكلي ايه؟ انا لابس التيشيرت اللي لبسها عمالقه منتخب مصر في التاريخ، نجوم كبيره جدا، اساطير، وكمان انا على ارضي. يعني لو انا حتى فنيا وحش انا بالروح وبالعزيمه وبالجمهور وبالدعم والبتاع اكسب يعني ابي ادي اي اماره، لكن انا ما اديتش حاجه. انا فعلا كسبت بمهارات لعيبه، كسبت بانه محمد صلاح بيعرف يحط الفاولات وبيعرف يعمل مش عارف ايه، وتريزيجيه بيعرف يعمل الار 2 ازاي، وكسبت بانه واحده في الدربكه كده احمد محمدي حطها، بس لكن انا ما قدمتش حاجه. يعني المفاجأة إن أنت كنت تاخد البطولة بالمستوى ده، المفاجأة إن أنت كنت تاخد البطولة. البعض بيقول لك مدغشقر مفاجأة البطولة، لا أنا بشوف إن المفاجأة الحقيقية إن أنت اللي كنت تاخد البطولة الصراحة يعني. بس طبعًا ما كانش ينفع نطلع نقول الكلام ده وإحنا في وسط البطولة، أه بنتمنى من كل قلبنا والله العظيم بنتمنى إن مصر تبقى بطل أفريقيا، لكن المؤشرات بتقول إن أنت ما ينفعش تبقى بطل أفريقيا. والموضوع مش برضه مش وليد الصدفة، مش إن أنت في البطولة دي كنت وحش عشان أنت كنت وحش، لا أنت بقالك فترة. المؤشرات بتقول ان انت عندك ازمات كتيره جدا، دوري مش منتظم، دوري فيه مشاكل، دوري حكاياته، دوري مش عارف ايه، مين مشاركات ايه، تاجيلات ايه، حكايات ايه، معسكر كاس العالم كان فيه مشاكل عامله ازاي، كاس العالم شكلنا وحش جدا هناك، رحنا ورجعنا مفيش اي حاجه. كل الامور دي كانت بتقول ان انت حتى لو نظمت البطوله ممكن ما تاخدهاش. فكان الطبيعي ان انا كاتحاد كوره يبقى عندي نظره، انا لو انا عندي الجيل ده وانا شايف انه الجيل ده مش جيل عظيم برضو بمنتهى الامانه، مش جيل عظيم من اللاعبين، اجيب له بقى مدرب تقيل قوي، يعني اجيب له مدرب عنده الروح وعنده الخبره وعنده خبرات افريقيه او عنده الروح او عنده مدرب وطني، فيبقى عنده حاجات فاهم اللعيبه وعارف اللعيبه دي اخرها فين. لكن انت جبت راجل حتى تصريحاته امبارح بعد لقاء جنوب افريقيا قال لك انا فخور باختياراتي، يعني هو لسه لحد النهارده مقتنع بانه هو اللي صح، انا فخور باختياراتي، انا اللي بتحمل المسؤوليه، مفيش اي حاجه غلط وتمام. يعني البعض اعتبر ان هو بيستفز الجمهور او يعني غصب عنه حتى لو مش قاصد، لكن البعض قال لك ايه التصريحات دي، فخور بايه؟ ده مصر كلها متضايقه من اختياراتك وانت طالع تقول انا فخور باختياراتي. وطبعا خلينا نقول برضو انه التعامل مع ازمه عمرو ورده انا بشوف ان هو كمان كان نقطه تحول. ليه كان نقطة تحول؟ لأن أنت لما توصل للإعلام بأنه مديرك الفني أو للعيبة كمان، سيبك من الإعلام دلوقتي خليه على جنب يا عم مش مهم الإعلام. اللعيبة لما بتحس إن مديرهم الفني شخصيته ضعيفة هم كمان بيتأثروا. يعني خلينا نقول إنه لو في مدير فني شخصية قوية جدا في أزمة عمرو وردة كان أخذ موقف. أخذ موقف من الاتنين، أنا مش هقول إن هو هياخد الموقف الفلاني، لكن أخذ موقف من الاتنين، يا إما هيقول لأ عمرو وردة مش غلطان ومش هيطلع بره المعسكر وخلصت، يا إما العكس، يا إما يقول لك لأ عمرو وردة مش معايا ومش عايزه، بس ياخد موقف،
لكن هات عمرو ورده، رجع عمرو ورده، هات عمرو ورده وهو قاعد عادي مفيش اي مشكله. وبعدين في امور تانية بقى في الاختيارات، خلينا نقول نتكلم بصراحه انه مفيش حاجه اسمها انه المدرب المصري ممكن يكون عنده بعض الاختلافات مع لعيب او حاجه فما ياخدوش. لا مفيش حاجه اسمها كده، انا طول ما انا بشتغل لو انا قاعد هنا في الاستوديو والناس اللي قاعده معايا بتحلل مقطعين بعض بره، الاحترافيه بتقول ان انا وهو على الهوا نبقى زي ما الكتاب بيقول، دي المهنيه وده الاحتراف. لكن ان انت يبقى عندك خلافات شخصيه مع لعيبه فتستبعدهم، طب ده معناها حاجتين، اول حاجه ان انت مش محترف كفايه، وتاني حاجه ان المدير الفني الاجنبي ما عندوش شخصيه. عشان كده هرجع اقول ان الوحيد اللي شغله كان باين على ارض الملعب هو احمد ناجي، انا ما شفتش حد تاني حتى سلجادو. خليني اقول بصراحه بقى موضوع سلجادو ده كمان موضوع غريب جدا، لانه الناس قالت لك انا في لعيب في المنتخب ومش هقول اسمه لان هو ما سمحليش ان انا اقول اسمه، لكن قال لي ان سلجادو ده بيحط اقماع، يعني هي مهمته في التدريب ان هو بيحط الاقماع من هنا لهنا، روح خد دول يا سيمو ارجع مع دول بس كده. انت بقى جبت سلجادو ده على اي اساس؟ هل عنده فكر؟ هل عنده حاجه؟ ولا جايبته كبرستيج ان انا جبت نجم ريال مدريد السابق وهو ما كانش نجم حتى قوي يعني عادي. فانت كل الحكايه الحقيقه كان لازم علشان الناس تهدى انه اتحاد الكره بالكامل يقدم استقالته، كان لازم، ملهاش حل تاني. حتى لو في حد جوه كان بيشتغل وكان عنده وكان بيفكر وكان وكان وكان، للاسف الاتحاد من بابه ما بقاش مقبول عند الشارع الكروي في مصر الحقيقه. يعني الدوله المصريه عملت اللي عليها والزياده، عملت لك بطوله هي اروع بطوله في تاريخ افريقيا، واللي يقول غير كده يبقى كذاب او ما بيقولش حق، اروع بطوله في تاريخ افريقيا، لكن اتحاد الكوره مش مقبول عند الناس. الحاجه الوحيده اللي كانت هتهدي الناس شويه على اتحاد الكوره انك تاخد البطوله دي تلعب ماتشات حلوه وتاخد البطوله عن جداره، فالناس هتهدى، ما حد هيتكلم ولا اي حاجه، لكن انت ما قدمتش اي حاجه الحقيقه. يعني انا زي ما بقول لك المفاجاه ان انت كنت تاخد البطوله. وخلينا نقول برضو انه في حاجات ما كانش صح تقولها في الاعلام، لكن انا كنت بقول للناس بره انه بالمستوى ده احنا اقصى انجاز ممكن نعمله ناخد التالت الصراحه، يعني اللي هو طريقك مشي قوي والدنيا مشيت معاك بالدعم بالبلد كلها وراك مش عارف ايه، ده انت اتدعمت في البطوله دي اكتر ما اتدعمت في سنين كتير فاتت. انت رئيس الجمهوريه راح لك المعسكر، رئيس الجمهوريه كل شويه يطمن على البعثه، وزير الشباب والرياضه عندك كل يوم اللي محتاج حاجه في ثانيه بتحصل، كل الدوله وراك، الدوله بمعنى كلمه الدوله، انا مش ببالغ، الدوله وراك، لانه الدوله شايفه انه ما ينفعش انظم البطوله بالروعه دي وما اخدش البطوله، فالطبيعي ان انت تاخد البطوله على ارضك وسط جمهورك. لكن للاسف 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 اتحاد الكره بيتحمل الجزء الاكبر من المسؤوليه في القصه دي. الجهاز الفني بيتحمل جزء كبير، اللعيبه بتتحمل جزء كبير بما فيهم ال 23 لعيب، عشان ما حدش يجي يقول لي لا فلان فوق الحسابات وعلان، ما لا كله يتحمل، الكبير والصغير والنجوم بره بيتحملوا المسؤوليه. ميسي وهو اعظم لاعب جابته الكره في التاريخ بيتحمل مسؤوليه الارجنتين بقى له 10 سنين، بيفشل في كوبا امريكا، بيفشل في كاس العالم، بيفشل في اي حته الناس بتحمله هو المسؤوليه، لان هو النجم الاول للفريق، هو النجم الاول كده. بعد الفاصل هنكمل كلامنا، وعندنا لقاءين زي ما قلنا النهارده، مدغشقر مع كونغو، هل تكتمل المفاجآت؟ هل مدغشقر تواصل مفاجآتها وتصل لدور الثمانيه في المشاركه الاولى ولا لا؟ بعد الفاصل هستقبل نجوم تايم سبورتس الكبار ونتكلم معاهم عن لقاء مدغشقر مع كونغو الديمقراطيه، خليكم معانا.